احنا في رفع اثقال ما ينفعش نريح يومين ولا ثلاثه، لازم نتمرن على طول، والتمرين بياخد كل وقتنا، لان احنا ساعات بنتمرن 3 تمرينات تمرينتين، فده بياخد طول الوقت، ورفع اثقال فبنبقى يعني تعبانين من التمرين، فبننام على طول بعد التمرين، فما نلاقيش وقت للدراسه. هتلاقي يعني اكتر 3/4 اللي في رفع الاثقال يا خارج طالعين من المدرسه، طالعين من المدرسه وفي اللي معاه دبلوم، لكن ما اللي وصل للكليه ده قليل جدا في رفع الاثقال. زعلت طبعا لان انا ما كنتش عارفه ان انا هسقط، ان انا مأجله الامتحانات، فما يجيلي انا مأجله وبعت جوابات وعاملين كل حاجه رسمي ويجيلي ان انا ساقطه، فحاجه غريبه.